مسيكم بالخير. اليوم تجربة قيادة الفراري روما 2021 لون أزرق سماوي، حاليا في دبي سيتي ووك. والتجربة الحين بتكون على الكومفورت زون، الكومفورت مود زي ما تلاحظون على اليمين هنا الشاشة حقت السيارة، هذا الجير الريوس المنول الاوتو، وهنا هذا على اليسار اليمين حقت الشباك اللي يفتح ويقفل. هنا التحكم بالكامل للقيادة، وهذه سبورت، وهذه على المود اللي هو ريس حقت سباق والتسارع. حاليا بنحطه على الكومفورت. الحين حاليا عزل السيارة زي ما انتم شايفين مسكرين الشبابيك، الحين بنفتح شبابيك من الخارج ونسمع الصوت من الداخل ومن خارج السيارة، صوت العزل. تحط على الار ويرجع لك الريو يطلع على الشاشه كامله. الحين على الجهه اليسار طالع واحد اوتو، الحين حاليا هي على اوتو مو على المين. والاشاره يمين والاشاره يسار من عند الطار الدركسون اللي هي على الزاوية اليمين وهذا على الزاوية اليسار. الحين حاليا داخل حارة السيتي ووك اللي في دبي. زي ما هي بشايفين المراية العاكسة، هذه هي السيارة في روما. هذا حاليا تجربة القيادة على الوقت زي ما يقول الصبح والعصر حولها. يعني في تجربة ثانية بحطها في آخر الفيديو، تجربة القيادة وقت المساء في الليل، عشان يفرق معك كيف تشوفون، يفرق معكم تشوفون العزل كيف بيكون في الليل والصبح. حاليا علي على اوتو، الحين حلينا على المنول، المنول اللي هي تحكم كامل من جهتي. فعزي الحين الجير ما يعشق معك الا اذا القمته الثانيه. هذا الصوت السياره حق البوري، بين على اليسار سويتين الحين. بنسكر الشبابيك عشان نسمع العزل الداخلي بدون شرح، عشان يبين معكم الأصوات الخارج والداخل.
كومفورت كومفورت زون مود. الحين تجربة الداخل مع العزل على كومفورت مود. حاليا ما اوريكم بعد الشاشة الداخلية بحكم ان الاشارة حمراء والشاشة والتحكم والامور كامل. هذا ضغط زر عشان يطلع هذي فيفورت هنا الاعدادات كاملة. نرجع للهوم. هذي خلفية وهنا تحكم بالخلفية اللي على اليمين نحطها صورة السيارة. وحاليا ضغط الكفرات اللي هو 39 37 36 34. هو المفروض انها تكون دائم كلها متشابهة بس بعض الأوقات تختلف حسب ضغط الجو والحرارة على السيارة والكفرات. وهنا على اليسار زي ما تشايفين الشاشة نافيجيشن. هذه من هنا اعدادات الايفون الفون اللي هي بلوتوث. هنا في كلمة سيرش ثم نضغط عليها ضغطة. هنا يعدد لك الاعدادات حقت الشاشة اللي هي الرابطة في الجوال البلوتوث بحيث اذا بغيت تشبك ولازم السيارة تكون واقفة على الان او البي زي ما هي سيفتي يعني من ناحية السيفتي.